Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. جات لكم اليوم فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي ارائكم في تعليقات اسفل الفيديو. بالنسبه للناس الجداد كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في قناتي كنزه غماري. كنتمنى انها تكون في حسن الظن وتنال اعجابكم. فالفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي كيف شفتوا في العنوان غادي ندير لكم عنايتي بالبشره او بنفسي قبل الحمام. يعني قبل ما كندوش او كنمشي للحمام ضروري ما كنتهلا في راسي، مي ماشي ديما، مره فاش كترشق ليا كنوض نخربق شي تخربيقه ونديرها لوجهي، ولكن العجز كيقسمني فماشي ديما كندير هذا الشيء. وقلت علاش لا ملي غادي نديرو اليوم ما نديروش معاكم، وغادي يكون كولابوراسيون مع اليوتيوبرز اميمه الصديقي اللي كتعرفوها وديما كتشوفوها معايا في الفيديوهات اللي هي دايزه صاحبتي. فالكولابوراسيون اللي غادي نديرو انصومبل غادي نتبادلوا المنتوجات مع بعضياتنا. انا غادي نعطيها الماكياج ديالي، غادي تسماكي به وتعطيكم رايها في الماكياج ديالي واش زوين ولا خايب، وانا غادي نستعمل المنتوجات ديالها اللي كتديرهم لوجهها وداكشي ونقول لكم رايي فيهم واش زوينين ولا خايبين. دونك ما نطولش عليكم، نخليكم مع المنتوجات نوريكم كل حاجه لاش كطلق و باي باي. فهادو هما لي برودوي اللي غادي نحتاجو البنات. عندنا فوطه ضروريه حيت غادي نغسل وجهي شحال من مره، كذلك عندنا قهوه سريعه الذوبان غادي نحتاجو منها شي جوج معالق، وعندنا هاد الكريم مبيض، وكذلك عندنا هاد البرودوي اللي كيرطب البشره، وكذلك هاد الكوماج. فغادي نبداو مع هاد المرطب. فدابا غادي نحاول انني نوزع هذا المرطب على وجهي كامل شويه بشويه، وكذلك داكشي اللي غادي يشات ليا غادي نديرو الايديا ونماسيهم مزيان ونماسي وجهي. بهذه الطريقه نحاولوا اننا نماسيو الوجه ديالنا غير بشويه بشويه، فبحال هكا نقدروا نحسوا بشويه ديال الراحه اللي ما حسيناش بها السيمانه كامله. كيف كتشوفوا دابا خليتو حتى نشف ليا مزيان في وجهي. دابا غادي ناخذ هذا القماش وغادي نحاولوا اننا نوزعوه على وجهنا بهذه الطريقه. ونبداو نديرو حركات دائرية بإيدينا بهذه الطريقة، بالخصوص نركزو على الأنف ديالنا والكادومة كيف كنقولو. والله ما عرفت شنو سميتها باللغة العربية، المهم الكادومة اللي كتكون تحت الفم نركزو عليها حيت تما فين كيكونوا لي بوان نواغ بزاف، فنحاولوا اننا ما امكن نديروا حركات دائريه بهذه الطريقه باش نلقاو شي نتيجه. فكيف كتشوفوا ساليت وغسلت وجهي. بالنسبه للقماش خليته ديك 10 دقائق وانا كنقومي في وجهي، هكا كنلقاو نتيجه احسن. غادي ندوزو دابا الماسك ديال القهوة وناخدو تقريبا شي جوج ديال المعالق. بالنسبة للماء انا كترت شوية داكشي باش غادي نزيد معلقة اخرى ديال القهوة باش نحصل على القوام المناسب.
فكيف كتشوفوا حصلت على هذا القوام، ودابا البنات خديت هذا البانسو وبديت كنوزعو على البشره ديالي. بالنسبه للماسك ضروري غادي خاصكم بانسو، علاش؟ حيت بايديكم ما غاديش يلصق لكم دغيا. انا جربتها ديك المره، درت ايدي شغلي نقول لكم عرفتي بحال كنكب على راسي المصافي، حيت القوام ديالو كيجي جاري شويه. داكشي باش ضروري غيخصكم بانسو باش توزعوه مزيان. ايوا صافي، وغادي ندير كوش فكوش البنات باش نحصل على النتيجه المناسبه، وكذلك غادي نديرو حتى العنقي. وسمحوا لي على المنظر اللي غادي تشوفوه بعد قليل، غادي تموتوا عليا بالضحك حيت اميمه كانت قدامي وماتت عليا بالضحك. فغادي نخلي ان شاء الله في وجهي ديك ربع ساعه ولا 20 دقيقه على حسب نتوما وشحال بقى لكم في وجهكم حتى نشف. دونك ملي نشف غادي تحيدو. اللي ما كيعرفش كنزة، فهذه هي كنزة الغماري البشعة. غير كنضحك معاكم، شو جو حالتي كي ولات وشو كي عمرت ايديا. زعما انا هايشة انا. المهم غادي نخلي ديك 20 دقيقة. كيف العادة من بعد ما ساليت غسلت وجهي، ودابا بقات لينا المرحلة الأخيرة هي المبيض ديال البشرة. هاد الكريم الصراحة والله حتى كيبيض، كتبان لك واحد النتيجة ملحوظة من النهار الأول، زوين. هذا هو الكريم اللي قلت لكم، هو كيبيض وفي نفس الوقت مرطب للبشره. يعني ديريه في الاخر تالي عاد ديريه وتمصي به وجهك مزيان، كيعطيك واحد اللمعه زوينه في وجهك. انا وجهي الصراحه تهلك ليا بالحبوب، علاش؟ حيت هلكته بالمكياج. دونك هاد الايام كنحاول ما امكن انني ندير ليه شي حاجه اللي تفيد واحد شويه، منها واحد دونتي فخيس حتى هو كنستعملو ليه، والصراحه فادني بزاف. راه كان فيا اكثر من هكا ونقص، علاش؟ حيت انا ما كنستغناش على المكياج، يعني ديما فيما كنخرج كنبغي نديرو، وهلكت البشره ديالي. فبحال هكا وزعتو وماسيتو مزيان على وجهي صافي، وغادي نخليه حتى يشرب بوحديتو وينشف الراس وفي وجهي. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. كانوا هادو هما لي برودوي اللي استعملت ديال اميمه، الصراحه عجبوني بزاف. هي كتستعمل لي برودوي ديال شركه فوريفر، شركه عالميه اللي معروفه، فما مشيتي تلقايها. صراحه المنتوجات ديالها غزاله بزاف، وديجا انا خايده من عندهم واحد دونتيفريز ديال السنان كنستعملو زوين بزاف. فاستعملت دابا لي برودوي ديالهم لاول مره، الصراحه عجبوني. بيان سور ما كتبانش النتيجه من اول مره، مي فقط كتعتني بنفسك واحد شويه. صراحه عجبوني المنتوجات ديالهم، يمكن غادي ناخذ هذا. انا ها اللي عجبني هذا وهذا، هادو حمقوني هاد الجوج، هادو يمكن غادي ناخذهم زوينين. المهم اميمه ربحات، لي برودوي ديالها غزالين. انا زدت حاجه واحده من عندي، القهوه سريعه الذوبان، درتها لوجهي حيت كيقولوا مزيانه للوجه، فدرتها لوجهي ودرتها هكا حتى لعنقي،
وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. تلقاو في فيديو جديد او في الحلقة التانية من سلسلة بوش والصالحة. كنبغيكم بزاف. مع السلامة في فيديو تاني ان شاء الله.